نيجي للموضوع الأساسي بتاع النهاردة وهو البيجي باك. فاحنا عندنا إنه تاي واير فليكسيبل والواير الستيل ستيف. فاحنا بنحافظ على الأرش فورم ده الستيل ستيل واير، بنستخدم نايت تاي واير فوقيه عشان يعمل ألايمنت للديسبلاي ستوس. وبالنسبة للأتاتشمنت اللي بنستخدمها عندنا، بالنسبة للتوس الديستال ممكن تبقى مولر أو بري مولر. لو المولر بنستخدم باند فيها أوكسيلري تيوب عشان نعرف نحط الأوكسيلري واير في الأوكسيلري تيوب كده، ويبقى الفريكشن قليل جدا على الواير ويحصل سلايدنج بسرعة. اللور باند أو تيوب بيبقى فيهم تو تيوبس، والأبر بيبقى فيهم تلاتة، المين والأوكسيلري والهيد جير تيوب. وفي منها نوع بوندبل زي كده فيها مين وفي أوكسيلري. خلي بالك الأوكسيلري ساعات بتبقى صغيرة عن المين، فبنستخدمها بس للنايت أي أو الواير بيندنج مثلا لو هنعمل اندايركت أنكورج زي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله. أو ممكن نستخدم النوع ده حاجة اسمها كونفيرتبل تيوب، يعني تيوب عادية بس الجزء المعدني اللي قافل التيوب ده ممكن يتفك، بيبقى معاها انسترومنت خاصة بيها بتكسر الجزء ده بيتفك زي ما احنا شايفين عندنا هنا كده، تيوب مفتوحة وبنستخدم عليها اوتاي. او ممكن نستخدم مولر براكت زي دي كده، بس طبعا اسهل حاجة تستخدم تيوب هي اوكسيلري هول او اوكسيلري تيوب زي كده عشان تسهل عليك من غير ما تقعد كل شوية تربط بالجيتشر او اوتاي، والفريكشن عليه هيبقى قليل. بالنسبة للتوس الانتيريور ممكن نستخدم براكت عادية كده، او نستخدم براكت فيها دبل سلوت، يعني سلوت للمين ارش واير وسلوت للاوكسيلري زي فكرة التيوب بالظبط كده. المين ارش واير في السلوت الكبيرة 22 28، وهي في السلوت الصغيرة ممكن تركب فيها النايت اي واير. هسيب لكم لينك فيديو بيشرح الميكانيكس بتاعت البراكت دي، فهي بتساعد على السلايدنج للاوكسيلري واير. بالنسبة للتوس الديسبليست ممكن نستخدم عليها براكت أو نستخدم ايلت زي اللي موجود عندنا هنا كده. هي بتسهل عليك انك ما تستخدمش لا اوتاي ولا الجيتشر، هي مجرد ما هتعدي النايت اي واير من جواها كده او حتى الجيتشر واير تربط بيه النايت اي، الواير بيتحرك جوه الاتاتشمنت مش مجرد فيرتيكال موفمنت، فالفريكشن برضه لما يقل بيساعد في السلايدنج بالشكل ده. فاحنا بيبقى في عندنا هوريزونتال ديسبليسمنت في الفور هنا مثلا او اللاترال، او فيرتيكال ديسبليسمنت زي الكناينز دول سنترال انسايزر، او البارشال ايرابتد فايف او الامباكتد فايف. لما بنوصل للستيل واير بنحطه فوق البراكتس كده ونعمل واير كوردينيشن. هنبدأ بالهوريزونتال ديسبليسمنت هنا مثلا 4 مللي، والناحية دي 8.5 تقريبا. هنا ممكن نعمل فول انجيجمنت للنايت اي واير، اما الناحية دي هنعمل انجيجمنت للواير بره البراكت زي ما هنشوف بعد شوية عشان يبقى الواير النايت اي افكتيف وفي نفس الوقت ما يحصلوش بيرمننت ديفورميشن. فلو هنعمل مثلا بيجي باك للسنتين دول في نفس على نفس الواير، فهيبقى عندنا بيز ارش واير 1725 ستانلس ستيل، ده هنعتمد عليها للستيفنس عشان يمنتين الارش فور، بالذات لو تيثل هنعمل لها بيجي باك مثلا كانت كناين او امباكتد فايف فيرتيكال امباكتد او هوريزونتال ديسبليسد مسافه كبيره. هنمسك الواير بس باوتاي والنايت اي واير، ممكن نعمل له هولدنج ببروب زي كده، بس المشكله لو البروب ده فلت ممكن يعور البيشنت. فبنستخدم حاجة اسمها تاكر، أي انسترومنت يبقى فيها كونكافيتي أو نعملها بنفسنا، ممكن نجيب واكس نايف أو البلاستيك انسترومنت بتاعت الكومبوزيت وممكن نعمل فيها كونكافيتي بالشكل ده كده بحيث يعمل الواير انجيجمنت من غير ما الواير يقعد يتحرك منك. بنبدأ بالحتة الديسبليست أكتر حاجة وبعدين نبدأ نعمل انجيجمنت للبراكت. الجزء ده تحت الهوك او ورا الواير التوس عشان تتحرك لقدام بيحصل سلايدنج للتوس على الواير، لما التوس بيحصل لها الاينمنت الواير بيروح ديستال، ولو احنا قصين الواير من هنا في الجزء ده الواير هيروح ميزيلو ديستال، لكن احنا عاملين النايت اي هنا كونتينوس فهيروح ديستال. فممكن تحط عادي اوتاي قدام لكن ورا هنا حط الجيتشر، او الافضل طبعا نتعود نحط الجيتشرز على كل الاسنان اللي عليها البيجي باك عشان الألايمنت يحصل بسرعة، ده أقل فريكشن موجود. نقص الواير الزيادة اللي هنا وفي الستيل ستيل برضو. بالنسبة للاترال انسايزر ممكن نركب عليه براكت أو ايلت، وهنعمل انجيجمنت للواير النايت اي بره البراكت
انا بفضل الصراحه اركب براكت على اللاترال عشان هي توس صغيره، مش عايزين نعمل مالتيبل بوند ودي بوند عليها. او لو هنركب الايلت ونعدي الجيتشر من حوالين النايت هاي واير، وبعدين نبدأ نربط الجيتشر واحدة واحدة. وتاني مرة نقفل الجيتشر أكتر، أو إن احنا نعدي الواير من جوه الأيلتس. هتبقى بالشكل ده كده. فلو ركبنا براكت هنعمل كوباشي هوك، ونركب الجيتشر على البراكت بالشكل ده. وهنخلي الهوك في نص البراكت، ونعدي النايت على واير جوه الهوك. طبعا كلينيكالي بنبدأ بالسن الأصعب الأول، بالطريقة دي كده هنلاقي الديسبليسمنت عندنا في الواير برضو 4 مللي زي الناحية دي كده. وتاني مرة ممكن تقرب الهوك شوية أو تعمل بارشل انجيجمنت للديستال وينج مثلا هنا، وبعدين فول انجيجمنت لحد ما التوست تقرب، وبعدين تعمل كونتينوس نايت اي واير على الارش كله. نيجي نشوف فيرتيكال ديسبليسمنت، عندنا مثلا هنا ايكا 9، وعندنا هنا ارش ايربتد 5. المرة دي هنعمل انجيجمنت للنايت اي واير الاول. يبقى احنا لو عملنا كونتينوس انجيجمنت للتيث دي هيحصل ميزيال تيلتنج لل 6 وديستال تابنج لل 4 ديورنج الاينمنت لل 5. لكن لو احنا عاملين، لو خدنا الستيفنس بتاعت الستيل ستيل كمان ارش واير وعملنا اوكسيلري واير يعمل الاينمنت للتوز دي بس، يبقى هنحافظ على الارش 4 والاسنان كلها هتبقى في الالاينمنت الصح بتاعها. نثبت الواير من قدام. نركب قطاي هرتيب بالشكل ده كده. نخلي بالنا من طول الواير ان هو يدوبك يبقى طالع من التيوب ورا كده. من قدام نقص الحتة الزيادة اللي في الواير دي، بحيث الواير هيحصل له سلايدنج في الجزء ده، بس لما يحصل لها الاينمنت الواير ما يخبطش في البراكت او التيوب اللي ورا هنا. عندنا الهايكا 9 ده عشان نعمل الاينمنت، نقص الواير 1725 برضو، ونقص جزء من الواير من السنتر لاين كده عشان يبقى واخد الكيرف بتاع القرش. هنبقى مزودين براكت يمين وشمال في طول الواير عشان يكفي الديفليكشن بتاع الواير. وبعدين ممكن نعمل حركة بتاعة الكوباشي هوك دي أو الطريقة التانية، هنثبت الواير النايت اي مؤقتا على اللاترال والفور بالشكل ده كده لحد ما نعمل انجيجمنت الكناين، بعدين نغيره بالجيتشر، بعدين نقص الجيتشر واير بالشكل ده كده ونعديها من الواير النايت اي. بحيث الديفليكشن في الواير هنا تقريبا 3 مللي كده، ممكن نزوده حاجة بسيطة. ممكن نوصل هنا الواير للفايف عادي، وقدام للسنترال واللاترال، ونربط هنا الجيتشر على اللاترال والفور. لو عايزين نعمل انجيجمنت للواير جوه البراكت بتاعة الكناين، يبقى احنا مش هندخل معانا اللاترال في البيجي باك. هنركب الأول الواير على الكناين ديسبليست، ديستال نركبه على الفايف برضو، ويبقى الفيرتيكال فورس على السنترال والفايف. عكس لو انت عامل فول انجيجمنت للواير على الكناين واللاترال والفور، هيحصل بيرمننت ديفورميشن في النايت اي واير، او يبقى فيه هيفي فورس على اللاترال والفور. يفضل طبعا في الكيس دي نستخدم تي بي اي عشان يدينا فيرتيكال انكورج للامباكتد كناين ده او الهاي كناين. بالنسبة للستيب داون بند دي بنعملها على الستانلس ستيل واير، نعملها عشان لما البراكت يحصل لها الاينمنت ما نضطرش نغير الواير لانها ممكن تخبط في الواير ده. ممكن نعملها باستخدام البلاير الادمز او باستخدام نانس بلاير، ده بيسهل عليك جدا البند. فبنحط الواير الستانلس ستيل عادي في البراكتس كلها،
نعلم بالقلم الماركر ديستال للاترال بالشكل ده كده. نعمل الستيب تبقى داون زاوية 60 مثلا، بعدين نرجع الواير تاني بحيث يبقى بارلل للمين ارش واير، وبعدين بعرض البراكت على الستيب التانية، نرجع الواير تاني بنفس الزاوية، نرجع للستيب الأولانية، وبعدين نرجع الواير تاني. نشوف الواير في الانتر براكت سبان هنلاقيها مظبوطة. أهم نقطة إن إحنا الـ vertical قبل وبعد الـ to see displaced يبقى الواير على نفس الليفل، فتحطه على glass slab وتأكد إن هما على ليفل واحد عشان ما يحصلش كانتنج، عشان ما يحصلش تغير في الـ occlusal plane. بالنسبة للفور هنا ممكن نعمل step out bend بالشكل ده، مش بنعملها كبيرة عشان ما تعملش irritation للـ soft tissue بتاع الـ patient. بالنسبة للكناين هنا vertical displacement و and posterior. دلوقتي ده واير، ده واير 14 كبر نايت اي، ده هنعمل كولينج للجزء ده كده من واير. زي ما احنا شايفين الواير بيحاول يرجع للارش فور. نبدأ نعمل كولينج للجزء ده، تقدر تركبه على البراكت بسهولة جدا، لكن طبعا الحركة دي يفضل ان احنا منستخدمهاش، يفضل ان احنا نعمل ابرايتنج الاول وبعدين نعمل الاينمنت. ممكن تبقى الفرصة عالية على ديسبليس توس. الميزة هنا ان الكناين ده ميزيالي تيب، فلو سبيس هنا كافي ان احنا نعمل له ابرايتنج على بريمولرز و 6 و 7 يبقى تمام، لكن لو السبيس كريتيكال يبقى احنا احسن نستخدم من سكرو سواء انتردنتال او باكل شيلف، وهناخده من الديستال وينج كده. لكن يفضل ان احنا ممكن نعمل بطن او كليت حتى في الديستال سيرفيس عشان الروتيشنال كومبوننت يبقى اقل حاجه. فلو هنستخدمها على البراكت دايركت كده نستخدمها على الديستال وينج، بس هنخلي بالنا من الديستال وينج والروتيشن. يفضل ان احنا نراجع على الواير النايت اي، فزي ما احنا شايفين الهاي ديفليكشنز بتعمل بيتنا ديفورميشن في الواير، بالذات لو الواير ده مجهول المصدر صيني او اي حاجه من الانجريدينت بتاعته مش مظبوطه، ممكن يحصل بيتنا ديفورميشن بسهوله. في طريقة غير البيجي باك للتوس الديسبليس اللي زي كده، ان احنا ممكن نعمل حاجة اسمها سلينج شوت، يعني هنحط باور تشين في التوس اللي قبل وبعد التوس الديسبليس، وبالاتري في التوس دي هنحط مثلا بوتون او كليت، ان احنا نركب باور تشين دايركت على الهوك اللي هنا. بالطريقة دي، لكن عيب الطريقة دي إن فيها closing component زي ما هنشوف في فيديو الأورثون فيترو إن شاء الله. فيفضل إن احنا لو هنستخدم السلينج شوت تكنيك احنا نحط هنا ديد كويل عشان يمنتين السبيس اللي موجود، وإن احنا نبروفايد سبيس برضه كافي قبل ما نبدأ في التكنيك ده.